اهلا بيكم مشاهدينا وحلقة جديدة وشارك. كل مرة بنقول الشباب ومش هنزهق لما نفضل نقول الشباب، ومش هنزهق لما نفضل نقول ان والله العظيم البركة في الشباب، وهم اللي لو حد فعلا هيقوم بالبلد دي، ولو في امل ان احنا نشم نفسنا تاني ونرجع بلدنا تقب يعني بالبلدي كده على وش الدنيا تاني، برضه هيكون في الشباب. هم اللي لسه ما تلوثوش، هم اللي لسه عندهم العشم، وهم اللي لسه اللي عندهم الامل. لما نيجي نقول الشباب هنقول العمل التطوعي اللي بيحاول الشباب ان هو ينشر الثقافه دي، بيحاولوا قد ما يقدروا وبيحاولوا يعني اخر ما في وسعهم علشان يفكروا بره الصندوق من غير امكانيات او باقل الامكانيات. بيعملوا حاجات ناس كبار جدا وناس تقال جدا في المجتمع وناس معاهم فلوس كتير قوي ما بتعرفش تعمل ربع اللي بيعرف يعمله الشباب بافكارهم اللي لسه فريش كده وخضرة وجميلة ومختلفة. النهاردة معانا نموذج من فريق حلمنا، هيتكلموا معانا عن الأفكار اللي فكروا بيها والأفكار اللي اشتغلوا عليها الفترة اللي فاتت واللي هيشتغلوا عليها كمان الفترة الجاية. هاني عيد مؤسس فريق حلمنا، أهلا بيك. أهلا بيك. ونهى سعيد عضو فريق حلمنا ومدير برنامج المركز المصري لدعم فريق التنمية، صح كده؟ اسم طويل قوي. احكي لي يعني ايه؟ اوكي، برنامج المركز المصري لدعم فرق التنمية هو ده مشروع يعني من المشاريع؟ ده برنامج من ضمن برامج فريق حلمنا للتنمية. نقدر نقول هو حلم فريق حلمنا من 2007. ازاي؟ احنا طول عمرنا بنحلم بفكرة التشبيك، فكرة العمل الجماعي ونشر ثقافة العمل التطوعي. فكرة برنامج المركز المصري لدعم فرق التنمية هو ازاي نتواصل مع الفرق اللي ملهاش كيان بيتكلم عنها. الفرق الشبابية ما فيش حد بيتكلم عنها، الفرق الشبابية ما فيش راعي ليها زي الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية، الفرق الشبابية ما فيش حد بيدعمها لا مادي. الفرق دي يعني قصدك المجموعات الشبابية، الجمعيات الأهلية، الأسر غير مرحرة، الأسر بالظبط. تمام. الناس اللي عايزة تشتغل بس وما فيش مظلة قانونية يعني. انت عندك الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية في مظلة بتحميهم او في مظله بترعاهم فنيا ومهاريا، ولو في دعم مادي في برامج. شباب عندها حماس وما عندهاش 10,000 جنيه تشهر جمعيه ولا ما عندهاش مقر، ما عندهاش. يبقى هو ده اللي انت بتتكلمي. فالحل ايه عشان نعمل توازن في المجتمع ونخلي الشباب يشتغل؟ الحل هو الفرق الشبابيه. فكره الفرق الشبابيه مش فكره جديده علينا، لا دي فكره من سنين السنين، وناس كتير اشتغلت وناس للاسف اشتغلت وما استمرتش. ده لان عندهم الرغبه لكن ما عندهمش نقدر نقول الخبره في العمل. فاحنا عايزين نوفر المهاره بقى. عايزين نوفر في المركز المصري لدعم الفرق التنميه، عايزين نوفر ازاي يبقى عندك متطوع شاطر، متطوع يقدر ينزل الشارع، يقدر يستمر في التواصل مع الاخرين، يقدر يستمر في انجازاته، يقدر يستمر في العطاء في المجتمع اللي احنا بنتكلم فيه. هي دي فكره المركز المصري لدعم الفرق التنميه. فكرته باختصار هي دعم الفرق الشبابيه والكيانات الغير رسميه. تتلخص في الفرق الشبابيه، الاسر الطلابيه، نقدر نقول ايه تاني، الروابط الاجتماعيه، اي كيان غير رسمي. دي فكره برنامج مصري، المركز المصري لدعم فرق اي كيان غير رسمي مصري. يعني انت مثلا بالزبط. عندك هتلاقي رابطه الطلاب المغتربين بقى ايا كانت بقى الجنسيه لحد دلوقتي. جربتوا تشتغلوا معاهم ولا لسه؟ لا بالفعل خلال شهر رمضان عملنا اجتماع، كان افطار. عندك رابط الطلاب السوريين والفلسطينيين والعراقيين ويعني كله. انا بتكلم عن الناس اللي يعني وضعهم حتى كمان صعب جدا وبيحاولوا يدعموا بعض باشكال مختلفه. يعني ما دام الفكره جديده ما ينفعش ان انا اطلقها على كل العالم، فانا دلوقتي بجرب الفكره دي وبطبقها في المحيط بتاعي، وبعد كده نجحت الفكره ليه لا نشبك بره، ايه المشكلة؟ لكن انا دلوقتي المهم عندي هو الاول، المهم عندي بلدي ومجتمعي الاول، وبعد كده اشوف الدنيا هتمشي ازاي. في البداية عملنا لقاء مع الفرق الشبابية، منهم فريق طريق، فريق انسان، فريق مواهب 2025، في كمان في فريق الوان الطيف كمان شارك معانا، وتم دعوة بعض الفرق. لكن هم كان عندهم عرفتهم منين؟ الانترنت طبعا والتشبيك. احنا غير ان احنا اعضاء في فريق او متطوعين، احنا بتشتغل في اماكن اخرى بتتيح لنا ان احنا نتواصل مع جهات اخرى. تمام. القاعده المعلوماتيه المتوفره عندكم هي دي اللي على اساسها ابتديتوا تشتغلوا؟ بالظبط. وكمان شغل الفرق، يعني الفرق مش حد مجهول، هم الناس موجوده على الفيس ولها صفحاتها وشغاله، فاحنا دعيناهم وبعتنا لهم التصور والفكره، وفي كتير جدا يعني حبوا يتواجدوا معانا. وكان اول انطلاق لنا في رمضان وهو الافطار بتاع رمضان، والناس كان عندها مناقشات سريعه جدا بالافكار والترتيب لما بعد
الانطلاقة الأولى للمركز إن شاء الله. عادل يا هاني هقول لك على حاجة وما تعتبرهاش يعني هجوم من عندي. دايما الناس بتبقى مش قادرة تستوعب إيه الفكرة من إن أنا عايز أعمل عمل تطوعي وأنا متبرع بفلوسي علشان ناس تتلم مع بعض وتقعد وتاكل مع بعض وبعدين تقوم وكده يبقى إحنا عملنا عمل خيري. ما دام الناس دي مش هي الناس الغلابة اللي أنا هدفي إن أنا أوصل لهم الأكل، بقى أنا إيه اللي يخليني أدفع فلوس علشان مجموعات مختلفة من العاملين بالعمل الاهلي يجتمعوا مع بعض؟ لو الافطار كان على حسابكم ولا على حساب حلمنا؟ يعني احنا احنا كفريق متبنيين الفكره وبنحلم بيها من 2007 وبنعملين نطبخ يعني ايه يكون في كيان يدعم فرق. اخيرا بقى عندنا طبخه كامله بنحتفل بيها، فاحنا اللي صرفنا عشان دي انطلاق بتاعنا لسه ما عندناش تمويل البرنامج خالص حتى الان، كله جهود ذاتيه حتى الان. دعواتنا، افطارنا، المكان اللي اجتمعنا فيه، كل ده كان جهود ذاتيه. هاخد شق حضرتك اثرتيه برضو في السؤال، هو انا اتطوع للخير ولا اتطوع لعمل تنموي؟ دي ازمه لسه يعني ما خدتش حقها في مصر شويه، ان الناس الوعي يزيد، فيبقى بدل ما زي ما بيتطوع لعمل خيريه يتطوع لابحاث، يتطوع لمبادرات، يتطوع لحاجات تنمويه. دي لسه في المهد يعني، بس يعني احنا بنتمنى طبعا الناس، ده مهم زي ما ده مهم الشغل على العقل زي الشغل على البطن، ده الاثنين مهمين. تمام. انت شايف ان في تعارض ما بينهم؟ يعني انت شايف ان نسبه الناس اللي بتتعامل او بتتطوع لعمل الخيري ازيد بكتير قوي من اللي بتتطوع لعمل التنموي، ولا اللي عنده اصلا ثقافه التطوع واللي بينزل علشان يتطوع فاهم ان الاثنين بنفس الاهميه، ان لم يكن العمل التنموي هو اللي هيوفر الفلوس وسد رمق يعني اللي محتاجين العمل الخيري؟ بصراحه السؤال ده ليه معطيات كتيره قوي، يعني منها مثلا احنا كشرقيين اللغه الوجدانيه في العمل التطوعي بروح على الخير، ده بعد. في بعد تاني هو انا في العمل التنموي انا داخله عشان اتطوع ولا داخله عشان اعمل علاقات ولا داخله عشان اعمل شغل؟ ده بعد تاني خالص. طيب تسويق الشغل، الناس اللي بتعمل الشغل بتسوقه ازاي؟ الخير شطار، التنموي اشطر؟ يعني هي السؤال ده ليه معطيات كتيره جدا، سواء بيأثر بقى على قبول الناس على الفكره، كل دي يعني حاجات تاخد في الحسبان. فده اللي بيفرق. ده طبعا بيفرق طبعا، لكن وافهم من كلامك ان طبعا عمل الخيري هو كسبان طبعا. احنا لسه محتاجين شغل كبير جدا في التسويق للعمل التنموي والشغل على الافكار والشغل على طريقه مشكلته بس طبيعتنا الشرقيه اللي بتميل للخير، ولا مشكلته ان العمل التنموي محتاج نوع من انواع الالتزام اكتر ومحتاج نوع من انواع المداومه اكتر، فاحنا بيبقى الحماس واخدنا قوي اول شويه وبعدين بنكتفي بهذا القدر ونقول احنا عملنا اللي علينا وخدنا الثواب وارجع اقعد في بيتي بقى؟ صحيح، الاستمراريه، حسن عرض الفكره للناس، الناس تمتلك الفكره فهتجري هي معاك عليها، تمتلك الفكره. طبعا طبعا، الناس لو ما حسيتش ان هي الشارع اللي بينظفوه ده دي مهمتهم وده بتاعهم وانا اشتغل معاهم، مش انا انظف، لا انا بساعدك ازاي تنظف، لو كل دي حاجات مهمه وانا شغال باخد حسابات، لو ما اتعملش ده صح هيفضل طبعا الناس رايحه تجاه الخير بس، الغاسه بس. تمام. عايز اعرف يا نهى، عشان بتقولي لي ان الفكره دي علشان تقوم بتفكروا فيها من 2007، ابتديتوا تطبقوها دلوقتي بس يمكن من اقل بقى من كام يوم، يعني مش هقدر نقول من فتره. بصي يا منى، عشان تطبقي حاجه صح يعني عشان تطبقي فكره، في ناس كتير طبقت افكار عظيمه بس خدت منها وقت. احنا شايفين من وجهه نظرنا الفكره ممكن تكون خدت وقت مننا، بس المهم هنطبقها ازاي، ده مهم قوي. مش مهم الوقت اللي احنا فكرنا فيه، المهم الكفاءه اللي هنأدي بيها. دي حاجه. ايوه برضو اقنعيني، ليه خدت الوقت ده كله من 2007 ل 2014؟ ده 7 سنين. بصي، هو احنا مش 7 سنين قاعدين من غير شغل، احنا 7 سنين بنشتغل حاجات تانية، فهي الفكرة ان دي جه وقتها دلوقتي، هي كل حاجة وقتها. وبعدين عايز اضيف كمان للكلام نهى، احنا عشان اجيب فريق دلوقتي اقول له تعالى اقول لك حرفية العمل الفريقي في مصر التطوعي، انا كنت عندي ايه؟ انا دلوقتي عندي تجربه من 2007 اقدر اتكلم عليها بحرفيه شديده جدا. انا كفريق هبوطي كان امتى وعملت ايه عشان اقف تاني، صعودي كان ازاي، فدي كلها تجربه كامله المركز المصري الان يستطيع ان يصدرها لكل الفرق الناشئه والقديمه كمان. ازاي من 2007 لغايه النهارده ما عندكش تمويل ولسه واقف على رجلك؟ ما ده سر من اسرار احنا نقوله في التدريبات، ازاي تشتغل كل ده عن طريق التشبيك مثلا، دي احد الحلول، ازاي تشتغل مع كيانات، تشتغل مع مبادرات وتفضل فريق ناجح ليك اسمك ومتواجد، وامتى تحترف وتاخد انت تمويل، كل ده بنقوله كدعم فني في برامج المركز المصري لدعم فرق التنميه في مصر، واللي لا يمكن ان احنا نقوله مره واحده الا اذا كان فعلا عندنا تجربه من 2007. نهى، مش عايزه بس ابقى يعني سيئه الظن، بس عايزاكي تصلحي لي، اتعاملتي مع فرق كل هدفها انها
تدخل علشان تاخد تمويل وتبقى بس واخدة الفلوس وما بتعملش شغل على الواقع الأرض حقيقي فعلا، ولا لا ما حصلتش خالص السرقات دي؟ لا، هو ممكن الموضوع يبقى بشكل مختلف. هو انا اتعاملت ممكن مع فرق ما عندهاش الخبره للنزول في الشارع، ما عندهاش الخبره للاستمراريه في العمل التطوعي، لكن فريق نازل عشان يلم فلوس، لا دي صعب جدا كمان. الجميع مخلص والجميع مش الجميع حسن مخلص لا مش الجميع مخلص ومش الجميع حسن النيه، بس هنبتديها بالعقل كده. الفريق ده مكون من عده شباب هدفهم ان هو هدف الخير. لو انا عندي واحد عنصر واحد فاسد هيظهر، مش هيستمر، وده حصل في فرق كتير يعني. يعني مش هيستمر وبيقعوا. يعني الفريق اللي ما عندوش كوادر وما عندوش حد قوي وما عندوش هدف قوي بيقع. تمام. عشان الفريق يبقى عنده هدف وعشان الفريق يبقى عنده كوادر لازم يبقى عنده خبرة. لكن لو عندك فريق صغير لسه جديد بيبتدي، يعني انا قررت النهاردة انا وخمسة ستة سبعة اصحابي ان احنا هنبقى نحاول نبتدي نشتغل، وقرينا من على الويب سايت من عندكم او من على صفحتكم على الفيسبوك ان انتوا بتقدموا دعم، وقررنا ان احنا نجيلكم عشان تدعمونا. تمام. ما عنديش اي خبرة، حد دعموني ازاي؟ فنيا ومهاريا، دي مهمة قوي عندنا. دي حاجة. نقطة كمان ان احنا بنوفر على مستوى الجمهورية التشبيك مع جهات نقدر ننفذ بيها برامجنا وانشطتنا على مستوى الجمهورية. دي حاجة. حاجة كمان احنا عايزين نوفر كمان قاعدة بيانات للتواصل مع كل الفرق. يعني انا ممكن اتواصل مع حد في اسوان، في قنا، في اسكندرية، في البحيرة، ده من خلال المركز المصري لدعم فرق التنمية. حاجة كمان يا منة، هو مهم قوي، احنا مش مستنيين الفرق تجينا، احنا اللي بنروح لهم. يعني احنا خلال شهر رمضان احنا حاولنا نتصل بفرق كتير جدا ان هي تيجي تحضر معنا الافطار الرمضاني. الافطار الرمضاني مش مجرد ان احنا ناس قاعدين بنفطر مع بعض ونعمل عمل خير، لا، الهدف ككل ان احنا نعمل تشبيك ما بيننا وما بين بعض، ونطرح الرؤية بتاعتنا، ونطرح ان احنا عايزين نساعد بعض. احنا ناس زي ما قلت لك احنا بنشتغل عمل بدون مظله، يعني مفيش راعي لينا، مفيش تمويل لينا. وبرده في حاجه مهمه، اوعي تفتكري ان في مؤسسه هتدي فريق كده، لا، المؤسسة دي عندها صندوق وعندها الفلوس دي بتطلع بإيصالات وبتطلع بسندات، فلازم انت مين انت عشان انا اديك. فاحنا ممكن نكون شغالين شوية على اهالينا، على اصحابنا، على الناس اللي تعرف انجازاتنا، لكن احنا صعب نحصل على التمويل. فعشان كده ممكن هنا نكون عنصر الفساد اقل شوية. كلمة اتكررت كتير في حلقتنا النهاردة، ودي واحدة من اهم الكلمات اللي دايما فريق حلمنا بيعتمد عليها، التشبيك. قلناها يمكن ايه 10-12 مرة مثلا لغاية دلوقتي في ربع ساعة. عايزك تكلمني اكتر يعني يا هاني عن موضوع التشبيك، وتشرحه لنا باستفاضة شديدة جدا، بحيث ان احنا نبقى وصلنا الفكرة تماما. انا عندي خلفية عنها منكم قبل كده، ولكن مشاهدينا محتاجين يعرفوها أكتر. حلمنا من حوالي 5 سنين لما او اقل شوية، لما كان في انفلونزا الطيور وكانت الناس مزعورة وحب ينزل الشارع ويقدم حاجة، هو ما عندوش بوسترات، هو ما عندوش مكان يعمل فيه اجتماعات، ما عندوش اي حاجه يصرف على الفكره غير انه عنده اسم جمعيه او اثنين او ثلاثه. فيروح لجمعيه سين، احنا عندنا فكره مبادره، ليه ما نخشش البيت من بيت لبيت واحنا عندنا القدره على تدريب متطوعين؟ فيروحوا جايين متطوعينهم، فحلمنا يشارك بالخبره الفنيه، وهم شاركوا بالمكان والمتطوعين بتوعهم، وجزء مننا يتحرك على وزاره الصحه يجيب بوسترات، ونقعد بعد ما ندرب نقسم الناس فرق ونزلوا يشتغلوا، ونصور شغلنا ونرجع نقيم شغلنا، فنلاقي ان حلمنا قدر في 3-4 ايام يوعي او يوصل رساله توعيه ل 10,000 اسره من غير ما يدفع شيلين. هو مش اكتر من رفع سماعه او زار جمعيه ووفرت قاعه وجابت ناس، واثنين مننا عندهم معلومه ان وزاره الصحه عندها مطابع واكيد عندها بوسترات، فهنروح رايحين نبسط. يعني هو عمليه تيسير معلومات نديرها ازاي فتنفذ نشاط، وده احنا بنعتمد عليه. ده مثلا الامثله، يجي مثلا على مركز ثقافي فرنسي لما بيجي يعمل مثلا اليوم العالمي للاعاقه، واحنا كان عندنا خبره في التنظيم واداره ورش العمل، فلما نقول له احنا ممكن نعمل ده معاك، فيقول يا ريت، احنا مش لاقيين متطوعين محترفين، فنعمل ده بالتعاون بيننا. هو اضاف اليوم ودعا الناس، وانا بالمتطوعين ادار النشاط. فيبدا السي في بتاعك انت كفريق يزيد، خبراتك تزيد، وانت لسه ما عندكش فند. ده طبعا احنا بنقوله ازاي تعمله بحرفيه اكتر داخل برامج التدريب في مركز المصري. احنا قعدنا نطبخ الفكره دي من 2007 بجد، احنا عندنا نقوله للفرق بجد. يعني اي فريق حتى لو بادئ، انا اقدر اقول لك الخمس مراحل اللي هتمر بيهم، زي ما قال بروس توكمان اللي هو العالم الشهير، احنا لما قرينا عن النظريه دي عشناها من 2007. يعني ايه؟ الاول مرحله تكوين، بعد كده نقعد نتخانق مع بعض مرحله عاصفه، وفعلا بعد كده ابتدينا نحط قواعد للفريق، فبقى عندنا تطويع وبقى عندنا انجاز. اللي العالم قاله احنا عشناه من 2007، فاحنا نقدر نقول دلوقتي في الواقع المصري ده هتعيشه ازاي؟
يعني بتاخد النظريه زي ما هي لكن بتطبقها بقى بشكل حقيقي على الوضع، بتمصرها يعني بالزبط. بتخليها بنكهتها المصريه بحيث انها تبقى مناسبه لينا. صحيح. بعد ما ابتديتوا تتكلموا مع الفرق وخدتوا النظريه ومصرتوها وابتديتوا تشتغلوا عليها، حاطين هدف عشان أكيد. توصلوا له، الهدف بتاعكم ايه في فتره زمنيه ايه؟ الهدف بتاعنا خلال سنة ان احنا يكون عندنا قاعدة بيانات لخمسين او ممكن نقول 50 فرقة شبابية على مستوى الجمهورية. اشتغلت مع كم فرقة لغاية دلوقتي؟ اشتغلنا مع حوالي 10 فرق. من فين؟ فين في القاهرة. كلهم قاهرة؟ لا بس في ناس حاولت ان هي تتصل بينا من محافظات اخرى. اوكي بس احنا اشتغلنا في وقت ضيق. احنا شغلنا في رمضان ما كانش شغل بس ان احنا نعمل افطار لفرق شبابيه، احنا عملنا شغل كتير في رمضان، افطار صائم وكسر صيام ونزلنا كذا منطقه. احنا بصراحه يعني رمضان بالنسبه لنا كان شهر رائع بس كان مجهد جدا علينا. احنا كنا بنخلص اشغالنا الصبح بعد الشغل بتاعنا بننزل الشارع والكلام ده، فكان بالنسبه لنا مش الهدف الرئيسي المركز المصري لدعم فرق التنميه، كان في انشطه اخرى. فاحنا دلوقتي بالنسبه للفرق اللي احنا شبكنا معاهم كان في فرق طبعا في المحافظات لكن كان صعب الوصول بالنسبه لشهر رمضان، فاحنا طبعا مش هنسيبهم يعني معاهم يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. العمل التنموي والعمل الخيري مش عايزه اقول كده بس هو بيبقى مواسم، يعني ده موسم رمضان فاحنا هنبقى شغالين في افطار صائم وكسر الصيام اللي هو توزيع المشروبات والتمر والحاجات على الناس في الطريق وغيرها. خلاص جاء شتاء فيلا هنوزع البطاطين، جاء بعدها مش عارفة ايه فيلا هنعمل ايه عيد فيلا هنعمل ذبح ولحمة وأضحية. يعني العمل في مصر ماشي بمواسم مش ماشي بخطة او باستراتيجية او باجندة، مش بالمصطلح يعني مش عايزة بس تقول اجندة بالصبع السيئة اللي بقت المصطلح مشبوه. صحيح. يعني مش باجندة محطوطة او بخطة محطوطة، بقى ماشي كده بالمواسم وبركة ربنا بس وخلاص. طيب انا هقول لك حاجتين. قولي. ده ما لم يكن عندك برنامج فانت هتبقى شغال كده فعلا زي ما انت قلتي باللقطه دلوقتي. مدارس فعلا جيب كتب خارجيه دلوقتي. رمضان يلا شنط. لكن احنا فريق عندنا برامج كامله، يعني احنا بعد العيد احنا عارفين كويس قوي رايحين على مبادره اسمها ده صاحبي، لو جت فرصه بحكي لك عنها. عندنا فرصه بعد ما تخلص انت بتقول احكي لي ايه الفرصه. طيب جميل جدا. على مستوى الدوله بقى احنا بنتمنى كفريق قبل الدوله احنا انتوا كحلمنا حاطين كراسه كده حاطين فيها انتوا هتعملوا 1 2 3 طبعا. يعني مثلا السؤال اللي انت قلتيه اللي هو دلوقتي انتوا واصلين لحد فين الفتره الجايه؟ قلت لك احنا هنوصل ل 50 فريق في السنه الاولى. عايز اقول لك احنا بعد 5 سنين بنحلم يكون عندنا اتحاد فرق التنميه في مصر. لا ما شاء الله. يعني ممكن اتكلمنا انا ونهى في ده كتير والفريق كله معانا بصراحه. طيب بعد العيد انتوا بتفكروا في ايه؟ بتفكر في الدفعات الاولى اللي هتخرج من المركز ده بالنسبه للمركز. على مستوى الفريق بنفكر في مبادره ده صاحبي. ده صاحبي هي فكره خرجت من برده من الفريق عندنا، واللفظ بالدقه كان خارج من نهى برده ان هو مرضى السكر. ازاي انت تصاحب مريض السكر؟ طب هنعمل ده ازاي وفي انهي محافظه ومين شركائنا؟ ده اللي احنا بنطبقه. هتصاحب مريض السكر ولا هتصاحب مرض السكر مرض نفسه؟ السكر. مرض السكر. طب الرساله رايحه للمريض ولا رايحه للمرافق؟ دي برده تكات نهى دايما تاكد عليها. لا احنا نشتغل مع الاثنين، اللي بيرافق المريض وليه عندنا الدوافع لده اشتغل، وهيشتغل ازاي وهيعمل ايه. طب احنا هننزل نوعي ولا احنا هندرب ناس توعي؟ كل دي قصه داخل المبادره احنا نطلع ان شاء الله تطلع بعد قوي بقى للسكر، وابتديتوا تاخدوا معاهم وتتفقوا معاهم وابتديتوا تعملوا التشويق بتاعكم. وهنشتغل مع ان شاء الله، مش عايزين نقول بس يعني في وزاره طبعا لازم ترعانا. احنا نتحرك في كل الجمهوريه واحنا مش معانا فند، فهنحتاج الحكومه تسهل لنا، احنا عندنا الخبره الفنيه وعندنا الرغبه فلازم هم يساعدوا بممتلكاتهم يعني والقدرات الموجوده للشباب، وزاره الشباب مثلا يعني. طب فده كله احنا ماشيين فيه بروسس دلوقتي، فاحنا عارفين رايحين بعد العيد على فين. احنا نتمنى بقى مصر كلها تكون عندها خطه استراتيجيه للتنميه، كل الجامعات الاهليه تشتغل في تحت الخطه دي. فما يجيش يجي لي تمويل واشتغل في حته بعيد عن الحلم اللي بتحلمه الدوله. ايه المانع؟ يكون عندي مسطره للجوده، مستوى ايه، مستوى بي، مستوى سي، كل جمعيه تشيل مع الدوله الحته اللي تقدر عليها. حتى الان ما عندناش ده. ايه رؤيتها التنمويه اللي تقول للناس او الجمعيات خدوا تمويل وخشوا معايا في الحته دي؟ مفيش. زي ما كنت بقول لهاني يا نهى، زي ما بيبقى في مواسم للاعمال الخيريه بتبقى في مضاد في الشغل التطوعي. يعني السنه دي الناس كلها هتشتغل تحرش، السنه الجايه الناس كلها هتشتغل اطفال شوارع، السنه اللي بعدها الناس كلها بتبقى في موضه كده بالناس كلها بتنساق وراها، الا بعض الجمعيات القليله قوي اللي بيبقى عندها خطتها واجندتها اللي بتشتغل عليها.
هل انتوا برضو ماشيين على انهي سيستم؟ على فكرة الناس اللي كلها بتشتغل على حاجة دي برضو بتبقى حاجة لطيفة مش حاجة وحشة يعني، بس اللي انا بتكلم فيه ان بيبقى في اوقات تلاقي كل برامج التلفزيون بتتكلم عن نفس الموضوع، كله هيتكلم عن التحرش، وكله هيتكلم عن اطفال الشارع، وكله هيتكلم عن الايتام، يعني مواسم زي ما قلنا في الاعمال الخيريه بيبقى فيه مضاد برضو في الـ في الـ في الاجنده. انتوا حاطين خطه ليكم ولا انتوا بتمشوا مع الدنيا ماشيه ازاي؟ كل مسرح بخيالي كده في المضادات اللي بتطلع دي، يعني يطلع لك كلمه واحده بس، يعني جمله واحده يقولها لي، نهى حلمنا بتاع فرق. احنا بتوع فرق ماشي، فانا كل يعني هاني عايزين نعمل كذا، عايزين نعمل كذا، عايزين نعمل كذا، لا احنا بتوع فرق، فنحاول نتمسك، احنا يعني بنحاول نتمسك بالهدف بتاعنا، احنا مش شغلنا مش شغل اغاثي، احنا لنا هدف محدد وواضح. كل ما بسرح كده بلاقي اللي يظبط معايا الامور، فدايما الحمد لله يعني احنا فريق دايما بنعرض على بعض الافكار والمشاريع والمشروع اللي مش مناسب. كام؟ نعم عددكم وصل كام؟ احنا كمؤسسين ولا متطوعين؟ في انت احنا مؤسسين 10. المتطوعين دي مفتوحه بقى، يعني انت ممكن يجي لك متطوعين 10، ممكن يجي لك 15، ممكن يجي لك 20، دي صعب تحكميها. اوكي اوكي. حسب عدد المتطوعين بتحسب وصول رسالتك اكتر للناس، ولا حسب النتيجه للمتطوعين ايا كان عددهم بيجيبوها هو ده اللي بتحسب بيه بقى مقدار النجاح بتاعك ومقدار وصول رسالتك للناس؟ كويس قوي. انا باخد الفيدباك من منين؟ من قبائل المتطوعين على النشاط بتاعي، من اهتمام الاعلام بتغطيه الانشطه بتاعتي، من تفاعل المستفيدين معايا وان هم فعلا عايزين الخدمه دي او لا، كل دي اللي بالمؤشرات بتقول لي انا ماشي صح، وان الرساله دي هي الناس عايزاها او الخدمه دي الناس عايزاها. فدي كلها حاجات بتطمني انا ماشي كويس، وان الحاجه اللي انا بقولها وصلت كويس قوي. تمام. بعد خليك صاحبي، ده صاحبي، ده صاحبي، انت صاحبي، ده صاحبي، ده صاحبي، انفراد ليكم، ده صاحبي. بعد ده صاحبي حاطين خطه لمده سنه مثلا مكفياك، ولا انتوا ماشيين ببروجكت بروجكت ومشروع مشروع؟ ده صاحبي ده هياخد فتره كبيره، وبالتوازي معاه المركز المصري لازم ياخد ينطلق، لان دي انطلاقته كانت السنه دي في رمضان، فلازم ينطلق ويخرج دفعات، الدفعه الاولى من المركز المصري، الدفعه الثانيه فرق تخرج عارفه كويس هتشتغل ازاي في مجتمعاتها المحليه. فده هياخد مننا وقت، اعداد المواد العلميه، التواصل مع الفرق، وجود اماكن ندرب فيها، كل ده هياخد مننا مجهود كبير جدا. احنا مش بتوع جمعيات ومؤسسات زي ما هو بتقول، احنا بتوع فرق ومبادرات، فاحنا مركزين في الحته دي مع الفرق، نعمل ايه عشان الفرق تأدي افضل. هتبتدي تكلم الفرق اللي موجوده في الاقاليم امتى؟ احنا عاملين حمله على الفيس علشان نطور قاعده بيانات، واحنا عندنا عدد دلوقتي كويس جدا هنبدا بيه، وبالنتائج اللي تخرج من اول تدريب هيساعدني جدا ان انا انتشر اكتر ويجي لي ناس ثانيه اكتر وهكذا. تستخدموا التشبيك؟ اكيد. هتخلوا فرقه تبلغ فرقه ثانيه، وفرقه تجيب فرقه وتجيب فرقه؟ في الاستماره كده حته ترشح مين للبرنامج. هي كمان مصر صغيره قوي، يعني انت بتحضري مثلا برنامج، هي الدنيا صغيره، احنا متعودين على الجمله دي سبحان الله، ما تيجي تقابلي حد تلاقي بالظبط الدنيا. احنا لما بنحضر برنامج تدريبي بنلاقي معانا حد من سينا، نلاقي حد معانا من العريش، نلاقي حد معانا من اسكندريه، فده بيخلي عندنا يعني اصحابك على الفيسبوك قد ايه دلوقتي؟ من كام محافظه؟ من خارج مصر ومن داخل مصر. فدلوقتي المشكله ما بقتش في العصر اللي احنا فيه، التكنولوجي دلوقتي بقى تقدري توصل لاي حد، بس المهم انت بتقدمي ايه للحد ده، هو مقتنع بيه ولا لا، هو شايفك حد تقدري تقدمي له الخدمه دي ولا لا. يعني انت يمكن سالتيني سؤال في الاول عن انتوا بقالكم قد ايه وازاي اتاخرتوا في ان انتوا طلعوا الفكره. أوه. انا لو فريق لسه تكويني ما كملش سنه او سنه، هطلع اقول ايه للناس؟ هديهم خبره ايه في الشارع وانا ما نزلتش الشارع؟ فده مهم قوي. دي حاجه. في حاجه كمان احنا نسينا نقولها لك، ان احنا في العيد ان شاء الله احنا بنتوج الشغل بتاعنا في رمضان، عاملين مبادره اسمها فرحهم بجنيه. فدي هتبقى لاهل عين السيره ان شاء الله، هنسهر مع بعض ونصلي العيد مع بعض ونفرح مع بعض، وان شاء الله خير باذن الله، ويكون نهايه حلوه شهر رمضان ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طيب في ناس كتير بتبقى عايزه تشتغل عمل تطوعي، وبتبقى حزينه ان هي ما عندهاش خبره عمليه حقيقيه، فتقول انها بس اعرف اقف على رجلي في شغل بعدها ابتدي اشتغل عمل تطوعي. لو انتوا ابتديتوا تاخدوا الناس وتدربوهم وتاهلوهم لسوق العمل، ده مش هيفرق قوي في حجم المتطوعين وعددهم معاكم؟ المتطوع معايا مربوط بنشاط، يعني انا عندي نشاط كبير فانا هجيب متطوعين، عندي نشاط صغيره فانا هجيب متطوعين على قدهم. يعني انا ببص بالعكس شويه، انا ممكن اعمل دعايه واجيب متطوعين وفي الاخر ما عنديش نشاط، هيمشوا، هيبقى عبء على طريقه تفكيري واداء الفريق. فانا بشتغل بالعكس، انا عندي نشاط بعد كام شهر
شكله عامل ازاي، هحتاج له ايه، وابتدي اشتغل ونوزع ادوار علينا في الفريق ونشتغل. فعقبال ما يجي النشاط بتاعي يكون عندي العدد كويس اللي انا محتاجه ويطلع بكفاءه كويسه، مش هكرر اخطاء جمعيات اخرى. يلا نهايته وادي استثمار تطوع ويملى يبقى عنده قاعده بيانات كتيره جدا متطوعين، وفي الاخر الناس تحبط، وفي الاخر هو في الاخر عنده عبء من الاعداد والارقام فقط. اثرهم ايه على التنميه بقى في مصر؟ انت ايه؟ يعني عايز تقولي ان في ناس كتير بتحاول تاخد متطوعين وبعدين ما بيبقاش في نشاط يكفي، فده بيؤدي لانصراف المتطوع. يتسرب ولاده يحبطوا، هو نفسه ما بيبقاش عارف هيعمل ايه بالعدد ده كله، وفي الاخر يهمني النتيجه في الاخر. ده عكس ايه على حياه الناس؟ ايه الفرق اللي عملته في المجتمع؟ فانا شغال بالعكس، النشاط ده عشان ينجح قوي ويجيب نتيجه قوي هحتاج له قد ايه متطوعين، وهحتاج له قد وقت خطر. احنا في حلمنا بنشتغل كده. فكرتوش انكم تعملوا العكس اللي هو اللي انت مش عاجبك قوي، ان انتوا تبقى عندكم داتابيز محترمه وتاخدوا استماره فيها ميول الناس وتشوفوا بقى ده ميوله تنمويه تعالى معايا في التنموي عشان انت هنحتاجك فتره طويله شويه، ده ميوله خيريه تعالى انت هنا بتاع مواسم هتشتغل فتره وتروح بيتك مستريح ان انت عملت اللي عليك اليومين دول وخلاص. ما ابتديتوش تقسموهم على الاساس ده وابتديتوا تشتغلوا مع بعض الشغل ده؟ بصي يا منى، يعني انا يمكن جربت التجربه دي بس ما اثبتتش نجاح. يعني انا شايفه ان الناس فعلا بتمل. انتوا اول ناس على فكره تقولي الكلام ده، خبراتي فنيه، اول ناس تقولي الكلام ده. كل الناس دايما بيبقى هدفها اكبر عدد ممكن من المتطوعين ودايما بصي اصل الشغل ما بيخلص. انا ناس بتسالني السؤال ده كل شويه، حد يقابلني فريق حلمنا عدده قد ايه، فريق حلمنا عدده قد ايه. يا يعني جماعه الموضوع مش بالكم بالكيف، يعني احنا خبراتنا ايه لما ننزل الشارع، عارفين المنطقه دي هننزلها ازاي وباي طريقه، يعني مش بالعدد. في ناس بتنزل تعمل شو حلو قوي لكن بتقدم ايه، ده المهم. وده اللي لاحظته الحقيقه في الفتره الاخيره، يعني لاحظت في بعض الفرق بتنزل تعمل شو لكن بتقدم ايه، صفر. طيب ما هو ده اللي سالته لك، قلتي كل الناس جايه تشتغل، كل الناس جايه تشتغل، في ناس بتقدم شو، في ناس جايه تطلع بمصلحه المال كونكشن وتكتفي بهذا القدر. البلد محتاجه ايه؟ هو ما بياخدش حاجه يحطها في جيبه، يعني هو مش حد هدفه ان هو يلم فلوس يحطها في جيبه وخلاص، لا هو هدفه برضه ان هو ينزل يعني يعمل اي نشاط كده. مش هيستمر، هي مش هيستمر، هيقع. البلد مش محتاجه ده، البلد محتاجه دلوقتي كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض، مهما كان انت نازل تعمل ايه انت برضه بتساعد، حتى لو بعمل يعني ملوش هيموت بسرعه بس انت نازل تساعد. بس ده مهم قوي منا في ان احنا البلد محتاجه ايه دلوقتي، البلد محتاجه اغاثه، البلد محتاجه تنميه، البلد محتاجه شو، ده مهم. بس طيب في ناس بتبقى معاها فلوس كتير في الشغل، جمعيات ومراكز وحاجات زي كده، وبتبقى مستعده جدا انها تشغل معاها ناس من الباطن بحيث انها تقدر، مش من البطن يعني حاجه زي مقاول الباطن يعني ولا حاجه، لا بس يعني من يعني تحت مظلتها، مش كتمويل ولكن كانها العمل بينسب اليك وبينسب للجمعيه الاكبر في نفس الوقت. جربت تشتغل حاجه زي كده؟ ما هيش، مش ده قصدي، يعني مش التشبيك، قصدي انك تشتغل في مشروع الاخرين بفكر الاخرين تحت قياده الاخرين. والله احنا يعني ما جربناش ده، بس اذا كان في حاجه كويسه تصب في رؤيه الفريق وهو ان احنا بننشر ثقافه العمل الجماعي وبندعم الفرق وننشر هذا الفكر، اوكي. يعني لو ماشي على التراك بتاعي يلا نشتغل مع بعض، لكن انا اشتغل على فكرته هو وانفذ له شغله هو، هغني اغنيه مش اغنيتي بس، مش هنكون مستمتعين بالشغل. احنا في حلمنا مستمتعين عشان بنعمل اغنيه احنا اللي كاتبين كلماتها، احنا اللي عازفين العزف بتاعها، احنا عارفين رايحين فين، نقف اوكي، نجري اوكي، المهم يكون في اثر. بس مقتنع جدا بالكلام، على ربنا يخليك. يعني نورتوني هاني عيد مؤسس فريق حلمنا، ونهى سعيد عضو فريق حلمنا مدير برنامج المركز المصري لدعم الفرق التنميه، اسمه طويل قوي. نورتوني، شكرا لوجودكم معايا النهارده، وشكرا لافكاركم ومجهودكم المستمر، ومجهودكم على فكره باين في الارض، يعني تسلم ايديكم. مشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل، هنكمل حلقتنا بافكار تانية وشباب تانية عندهم برضو امل وعندهم عشم. تعالوا نقابلكم بعد الفاصل.